هاي، ازيكم؟ النهارده جينا الفيديو جديد. الفيديو النهارده هيتكلم عن الشخص اللي انت حاطه في بالك. الشخص ده مشاعره ليك ايه دلوقتي في الطاقه دي؟ ايه المشاعر اللي بيحملها ليك؟ النهارده هيبقى عندنا مجموعتين، والفيديو النهارده هيبقى قصير مش طويل. كمان النهارده هنعرف من خلال القرايه دي ايه اللي بيحسه الطرف اللي انت حطيته في بالك، وهنحط الحروف في صندوق الوصف، وكمان هنختار بشكل، المره دي هنختار باي شكل عشوائي من شرط الاحجار. اول مجموعه معانا هتبقى المجموعه اللي هتختار العلبه اللي بالشكل ده، وتاني مجموعه معانا هتبقى بشكل الكروت دي. خد وقتك في الاختيار، يا تختار ما بين شكل الكروت يا اما تختار ما بين شكل العلبه اللي احنا ظهرناها على الشاشه. يلا بينا. اهلا بيكم اصحاب المجموعه الاولى اللي اختاروا العلبه اللي بالشكل ده. تعالوا نعرف دلوقتي الطاقه بتاعتك انت على السريع، وطاقه الشخص اللي انت حطيته في بالك، ومشاعره ليك في الوقت ده ايه. هناخد انت هنا مشاعرك، قصدي طاقتك، سوري طاقتك، عشان تشوفه الطاقة بتاعتك، وهناخد طاقة الشخص اللي انت حطيته في بالك في الفيديو ده من الناحية التانية. انت مش حابب في الوقت ده ان انت تظهر، مش حابب ان انت توري نفسك للناس قوي او توري انجازاتك للناس، حاسس ان انت عايز تنعزل عن الكل، وحاسس ان انت لازم تبقى غامض في الطاقة دي، او تحس ان انت مش كل حاجة تتقال، انا مش كل حاجة الناس تعرفها عني. ممكن يكون في ناس عندك بتحاول ان هي مثلا تعرف كل حاجة عنك، او تستفزك، او انت ناوي على ايه، وكل شوية تحس ان في ضغوطات عليك، لكن انت في الطاقة دي مش حابب ان انت فعلا تعرف اي حد حاجة عنك، وكمان حابب ان انت تختفي حتى من وسائل التواصل الاجتماعي، حابب الاختفاء. انت مش هقولك ان انت بتلعب لعبة، ممكن يكون ده طبع فيك، ان انت بتحب ان انت تبقى شخص غامض، ما بتحبش تعرف الناس حاجة عنك، مش كل حاجة بتتقال، وزي ما بيقولوا كده داري على شمعتك تقيل، فانت واخد المثل ده في الفترة دي في حياتك. كمان عندك في الطاقة بتاعتك 6 اوف سورد، فانت بتحس ان انت بتحارب حاجة، او بتحس ان انت بتحارب نفسك، او بتحارب الحسد زي ما بيقولوا بقى. انت هنا بتحارب الحسد او العين، بتخاف جدا من حكاية العين او الحسد او المس او السحر. ممكن يكون عندك حد بيعمل لك شر، ليه؟ لان المون هنا طاقته طاقة سحر، المون طاقته طاقة سحر، فممكن يكون انت عندك حتة من استشعار الطاقات زي الحسد وزي السحر وزي البلاوي دي كلها، فانت طالع في الطاقة دي. حابب ان انت تاخد نفسك كده وتقول انا اللي هكسب في القصة، او انا اللي هكسب، لازم اطلع كسبان في حياتي، انا مش كل حياتي هبقى خسران، ولازم اعبر عن نفسي وعن ذاتي، واعبر انا بحب ايه ومحبش ايه، وحط كل واحد بيقولوا ايه، كل واحد في حدوده، كل واحد في حدوده. فانت حابب ان انت تحط الناس في الحدود بتاعتها، او كل شخص في مقامه زي ما بيقولوا. انا عندك الفور فرونت بتقول ان انت شخص عندك مشاكل كتير، وكمان حابب ان انت تنطلق قوي في الفترة دي، وحابب ان انت تعمل حياة جديدة، حياة جديدة، خصوصا حياة اسرية، حياة اسرية، وللبعض منكم بيفكر يرتبط، وعايز ان الارتباط ده ينجح. لكن انت مش حابب ان انت تعرف حد عن علاقتك الجديدة. في علاقة جديدة هنا انت ممكن تكون داخل فيها، او علاقة حب، او علاقة زواج، بس العلاقة دي انت واخدها بمحمل الجد، مش حابب ان حد يعرف عنك حاجة. انت متسرع جدا في الطاقة دي، حاسس ان انت الوقت بيسرقك، حاسس ان عمرك بيجري،
حاسس ان انت مش مفروض ان انت تخبي الحاجات اللي بتحبها او تعبر عن شخصيتك، فانت حابب هنا ان انت تعبر عن نفسك وما تكونش البني ادم اللي خجول، او ما تكونش البني ادم اللي بتيجي على نفسه قوي علشان يعجب الناس او ان هو يرضي الناس. الحقيقة كمان ان انت مهتم بنفسك كتير الايام دي، وحابب شكلك قوي، وحابب سرعتك قوي. على فكرة التسرع اللي انت فيه ده فيه شغف، نوع من الشغف او نوع من الاقبال على شيء جديد. عندك رغبة جسدية للشخص الجديد اللي انت داخل عشانه، عندك رغبة جسدية، رغبة جنسية، يعني حاجة زي كده. زي ما قلنا انت عندك رغبة او شغف جسدي للشخص اللي انت داخل عشانه، علاقة الزواج او علاقة الحب. يعني انت بتفكر تدخل علاقة جديدة، عموما بتفكر تدخل علاقة جديدة، وبتفكر ان انت تاخد العلاقة دي بمحمل الجد. انا عايزة ادخل العلاقة دي ارتبط على طول. بلاش الاستعجال، بلاش ان انت تضرب علاقه بعلاقه تانية، بلاش ان انت تنسى علاقه بعلاقه تانية، لان طبعا دي ما تبقاش حاجه بقى. طيب الطرف التاني بقى اخباره ايه؟ الطرف اللي انت داخل عشان الفيديو ده اخباره ايه؟ او طاقته عامله ازاي دلوقتي؟ الشخص ده في الطاقه دي ما بيعرفش ياخد قرارات، شخص صعب جدا ياخد قرار في حياته، شخص صعب جدا ان هو يعرف هو عايز ايه، انت عايز ايه هنا في الدنيا، انا مش عارف، انا ماشي في الدنيا كده يعني ايه، بقول يا لهوتي، يعني ماشي في الدنيا كده انا مش عارف انا عايز ايه، انا تايه، حد يقول لي الطريق. الشخص ده ممكن يكون برج هوائي من الابراج الهوائيه زي الدلو والجوزاء والميزان. كمان الشخص ده بيحصل له تشافي دلوقتي من اتخاذ قرارات، بمعنى انا لما واحد بكون مشتت بكون مش عارف اخد قرار، فمفيش اصلا عندي غلوشه في الطريق، او عندي غلوشه في ان انا اخد قراراتي بنفسي، او ان انا مثلا اسمع كلمتين من هنا على كلمتين على كلمتين من هنا وخلاص وامشي ورا الناس. فالشخص ده بيستشفى من حكايه ان هو يعرف ياخد قرارات بنفسه، بيستشفى من الحكايه دي، وبيستشفى كمان من حكايه ان انت تبقى مذبذب او بين طريقين، او ان هو عايز اقول لك ان الشخص ده كان لعبي على فكره، الشخص ده كان معاك انت بتتفرج عليه لعبي جدا، وشخص مسوف جدا، بكره بعده وبعده بكره، طب هتعمل ايه هنعمل ايه؟ مفيش، ما بتعرفش تاخد منه لا حق ولا باطل. الشخص ده بيتشافى من النقطه دي، او بدا يفوق لنفسه. الشخص ده اول ما يفوق لنفسه هيعرف ياخد قرارات كويس، فبالتالي الشخص ده في طاقة قرارات، اتخاذ قرار. والشخص ده كمان عنده قرارين في حياته، او عنده شخصين في حياته يا فندم. الشخص ده بارد، عنده طاقة صبر كبيرة جدا جدا جدا، طاقته طاقة صبر، طاقة يعني تسويف، طاقة مماطلة. انت شخص بيعرف يوصل لاهدافه، او شخص بيعرف يحقق حاجات في الارض على ارض الواقع، انما الشخص ده لا، الشخص ده بيحلم بس. ولو هيكون انت طاقتك يان، والشخص ده طاقته يين، يعني طاقه التسويف، وان انا اجل الحاجه، وان انا اقعد بينه وبين نفسي الاول. فالشخص ده قاعد بينه وبين نفسه وعايز يقرر حاجة، لكن للأسف مش هيعرف يقرر. Eight of Cup. الشخص ده ممكن يكون كان في علاقة وخرج منها، والعلاقة دي كانت بتستنزف الشخص ده، في استنزاف هنا في الطاقة. وكمان الشخص ده بيحس ان الشخص اللي معاه، الشخص ده في علاقة عموما، لكن الشخص ده ما بيحبوش، والشخص ده حاسس ان العلاقة دي بتستنزفه او بتمتصه يا فندم، بتمتصه، وحاسس ان في استغلال،
واكتر حاجه بتتعب في طاقه الشخص ده من الاشخاص اللي حواليه هي قلبه. الشخص ده ممكن يكون لا قدر الله مريض بالقلب او عنده حاجه في القلب، او اكتر حاجه بتتعب فيه هي شكر القلب. الشخص ده شكر القلب عنده مغلقه، فبيستشفى من الحكايه دي. الشخص ده كمان طيب جدا، طاقته دلوقتي طاقه مساعده للغير. الشخص ده بيساعد حد غيرك، بيساعد حد، وعلى فكره الشخص ده عنده نصره كبيره جدا في حياته. الشخص ده هينتصر لان الشخص ده جواه خير. الشخص ده جواه خير للبعض منكم، وللبعض التاني الشخص ده لعب يا فندم. الشخص ده لعبي وبيلعب على نقاط ضعفك، والشخص ده بيمتص طاقه منك او بيمتص طاقه من خلال اللعب اللي بيلعبه لك او بيوديك ويجيبك. الشخص ده بيسرحك، بيوديك البحر وبيرجعك زي ما بيقولوا كده. لكن شخص طيب للبعض التاني، شخص ده شخص طيب وهو الضحيه في قصه، عنده قصه في حياته القصه دي بيحس فيها ان هو ضحيه. الشخص ده للبعض، لو انت ولد بتتفرج عليا، دي ام او عندها اطفال. وللبعض التاني الشخص ده عنده ام هي اللي بتمتص طاقته يا فندم، او هي اللي يعني بتعمل له ابتزاز عاطفي. بقى ابتزاز عاطفي. الشخص ده عنده مشكله مع الام عموما، عنده مشكله مع الام، والشخص ده بيستشفى. وفي ناس كتير قوي ماسكاه او ربطوه، عنده ربط في حكايه الفلوس. الشخص ده حابب ان الشخص ده دلوقتي حابب ان هو يطلع من العلاقات السامه، وزي ما قلنا الشخص ده بيستشفى، بس شفاءه صعب جدا. وعلى فكره الشخص ده شفاءه هيقعد مده طويله جدا. السيفن اوف بنتكل اند تمبرانس، الشخص ده عنده استشفاء لكن هيقعد وقت طويل جدا، هيقعد وقت طويل عبال ما يستشفى. شفاء الشخص ده هيقعد وقت كبير قوي، ده لو انت مستنيه يستشفى. والشخص ده على فكره مهتم بنفسه قوي وجذاب للجنس التاني او للاشخاص اللي حواليه. يعني الشخص ده للبعض منكم عالمياته، وبيتاخد منه سذاجته على اساس ان هي تبقى مفرطه، وبيتقلب ضده على فكره. لكن الشخص ده عنده حدث يا فندم، الشخص ده عنده حدث قوي جدا، وقلبه ما بيتفتحش لاي حد، وعنده كمان مشكله في شقر الحنجره، ما بيعرفش يعبر عن نفسه كويس. الشخص ده مقيد. اكتر حاجه بيفكر فيها الشخص ده دلوقتي ان هو يفتح قلبه، ان هو يتكلم ويعبر عن نفسه. الشخص ده اكتر حاجه كمان بيفكر فيها ان هو يسرح بخياله. يعني الشخص ده مبدع جدا في مكانه، وبيحس ان هو عنده طاقه ابداع. لكن في ناس كتير قوي مؤيداه، في ناس كتير قوي معترضه ان الشخص ده يفوق او يبص لنفسه. تمام، احنا عايزين ناخد بقى الشخص ده. خلاص احنا كده خدنا الطاقات، عايزين نعرف الشخص ده مشاعره ليك ايه دلوقتي في الوقت ده. الشخص ده غضبان منك. واو الشخص ده غضبان منك وعنده وساوس ليك، وعنده طاقة غضب وزعل. الشخص ده على فكرة اكبر منك في السن، وبيحب ان هو دايما ينصحك. وكمان الشخص ده بيحبك لكن متألم منك جدا، وبيوصلوا يا فندم تخاطر او تواصل بينك وبين الشخص ده. التواصل هنا يا فندم تواصل سمعي، وممكن يكون تواصل بصري للبعض، تواصل بصري وتواصل سمعي. الشخص ده بيسمع اسمك
يا اما بيحلم بيه، بس اكتر الشخص ده بيشوفك، يا بيشوف اسمك يا بيسمع حاجة عنك. الشخص ده بيسمع حاجة عنك ومش حابب. على فكرة الشخص ده عارف عنك حاجات كتير جدا، مش حابب ان هو يقولها لك، وعنده معرفة كبيرة جدا بشخصيتك، وعارف يدرس الشخصيات كويس. الشخص ده برغم تبته زي ما قلنا طالع في طبته ان هو طيب وشغوف وكده، لكن الشخص ده في نفس الوقت مش سهل، وشخص حكيم جدا وعنده انفورميشن كبيرة جدا في الجينات بتاعته، عنده انفورميشن كبيرة جدا. الشخص ده بيمتص المعلومات او بيمتص جين المعرفة. طبعا احنا كلنا عندنا جين المعرفة، لكن الشخص ده عنده بكثرة. الشخص ده انسان روحاني جدا. الشخص ده كمان بيحس ان انت شبهه قوي، وعايز يتأكد ان انت فعلا شبهه ولا لا بالطاقة دي. يعني طب انا اعرف مين الشخص ده بيمثلني او شبهي، او مثلا في بينا حاجة. الشخص ده شاكك ان في بينك وبينه حاجة، فبالتالي الشخص ده بيدور على اجوبة، برغم ان الشخص ده جواه كل الاجابات. الشخص ده متألم جدا. على فكرة انت قعدت فترة مش مهتم بالشخص ده، بيحب الاهتمام لكن حاسس ان انت مش مهتم بيه، او مش حابب ان انت تسمع عنه حاجة. ممكن يكون الشخص ده بيوجه لك او بيعمل لك اشارات على وسائل التواصل الاجتماعي، بس انت بتطنشه، او انت قافل عليه التواصل. يا فندم قافل عليه التواصل، فالشخص ده عايز يعرف عنك حاجات بس انت قافل الموضوع عليه. حاسس ان انت شبهه قوي، وزي ما قلنا بيدور على انفورميشن تخصك وتخصه. والشخص ده على فكره بيراقبك، ولما كل ما بيراقبك بيحس ان انت فيك حاجه بتشبه له قوي، فيك حاجه انتوا الاثنين مع بعض مشتركه. يعني ممكن يكون في بينك وبين الشخص ده صديق مشترك، والصديق ده بيعرف من خلاله اخبارك. بالنسبه لك انت مشاعر الشخص ده ليك ان في بدايه جديده ما بيننا، وان العلاقه بيننا ما انتهتش، وان العلاقه هتستمر. ليه؟ لان انت مش زي اي حد، انت شخص مميز بالنسبه لي، وشخص بتمثلني انا. لو انا غبت فانت مكاني في اي حته، لو انا غبت فانت مش غايب يا فندم، انت حتى لو غبت في الواقع فانت معايا في التواصل الروحي. الشخص ده عنده تواصل روحي معايا، وبيعرف اخبارك وبيراقبك. كمان الشخص ده عنده امل ان انتوا دايما ترجعوا لبعض. انت على فكره توائم هم، يعني هم. طبعا الكلام ده مش تصريح ان انتوا توائم، تصريح حقيقي، لان مفيش حاجه بتثبت الموضوع ده. لكن الكروت طلع على طول 2 2 2، فمعنى كده ان انتوا اشخاص تشبهوا بعض قوي. ممكن كمان تشبهوا بعض في الشكل، تمام، او في الطباع. عندك رقم 19 في حياتك، 19 الاختزال بتاعهم يبقى 10، وال10 اختزالها يبقى 1. فمعنى كده ان في مرحله جديده تخص الشخص ده، او هتسمع عنه خبر جديد في الطاقه دي. طب ناخد كارد تاني لمشاعره، وبعد كده نقفل القرايه. الشخص ده كمان عايزه اقول لك ان ما فقدش الامل في العلاقه بينك وبينه. الشخص ده ما بيفقدش الامل. الشخص ده بيعجبه جدا الحاجات الدينيه اللي انت بتحطها، لو انت بتحط حاجات دينيه يعني في، او بتنشر حاجات تخص الدين، فالشخص ده بيعجبه قوي في الحته دي. والشخص ده كمان ممكن يكون عنده شعر ابيض، او انت عندك شعر ابيض. الشخص ده بيطمن لك، مشاعره ليك دلوقتي ان انا مطمن لك، وحابب ان انا احكي لك عن حياتي كلها، وحاسس ان احنا حياتنا وظروفنا شبه بعض. احنا ظروفنا شبه بعض، احنا علاقاتنا شبه بعض، حتى العلاقات اللي بندخل فيها شبه بعض. كمان الشخص ده انا شعر ليه دلوقتي انه مش حابب يبين لك قد ايه هو بيحبك. والشخص ده مخبي لك حاجه حلوه قوي، مخبي لك حاجه حلوه. الشخص ده عايز يديك حاجه، عايز يديك حاجه. ممكن يكون في كان في بينك وبينه هديه، الشخص ده بيفتكرك بيها. الشخص ده محضر لك حاجه، في مفاجاه هيعملها لك الشخص ده.
الشخص ده بيحبك جدا لكن ما يقدرش يصرف بالحب ده، عارف اللي فيها زي ما بيقولوا، انا عارف اللي فيها بس انا عامل نفسي، انا بتفرج عامل نفسي اللي هو انا مش فاهم حاجة او مش عارف حاجة. بتحس اوقات ان الشخص ده بطيء جدا وما بيقدرش يعمل حاجة على ارض الواقع، وان انت عايز منه حاجة ملموسة، لكن الشخص ده زي ما قلت لك بيدرسك الاول، او حابب ان هو يبص عليك الاول، حابب يدرسك يبص عليك يعرف انت مناسب ليه ولا لا. هو عموما الاحساس مش كل حاجه، فلازم المواقف تثبت اذا كان الشخص ده مناسب ولا لا. فالشخص ده من النوعيه دي اللي هو بيحب الواقع اكتر، بيحب الواقع اكتر لكن بعد عناء، يعني بعد عناء كبير جدا. الشخص ده بيكتشف الحياه متاخر. ممكن يكون البعض الشخص ده في بلد تانية غير البلد اللي انت عايش فيها او في مكان تاني، وممكن يكون في اختلافات جذرية ما بينك وبينه ايا كانت الاختلافات، اختلافات في العمر، اختلافات في الدين، اختلافات في العقيدة، اختلافات في الثقافة، اختلافات في طريقة التفكير، اختلافات في ايا كانت. عندي برج الاسد وبرج الثور وبرج الحمل وبرج العقرب، خدوا برج الدلو كمان، برج الأبراج المائية، الحوت والعقرب قلنا والسرطان. الشخص ده مش أي حد يعجبه، بس أنت شخص عاجبه قوي عشان أنت شبهه قوي. الشخص ده أكتر حاجة بتعجبه فيك هنا أو مشاعره ليك إن أنت شبهه، وشايف إن أنت عندك معلومات كتير جدا خصوصا في العلاقة دي. على فكرة انت اعترفت الشخص ده بالعلاقة اللي ما بينكم، بس الشخص ده بيبحث عنها او مش مصدقك او بيحاول ان هو يصدق او بيحاول ان هو يجمع معلومات. لكن عايزة اقولك ان الشخص ده اصلا عنده كل حاجة وبيصدق اي حاجة. الشخص ده مكتبة، عارفين مكتبة يعني هي ويكيبيديا. الشخص ده شبه كده. الشخص ده بيشوفك العالم، بيشوفك بنظرة واسعة، عنده نظرة واسعة جدا. وعلى فكرة ممكن يكون الشخص ده open mind، يعني ساعات بيكون open mind بس مزاجي. متطلع الشخص ده، وممكن يكون بيتكلم اكتر من لغة او انت ده وعجبه فيك قوي، عجبه فيك الحتة دي ان انت بتتكلم اكتر من لغة يعني، او تعرف حاجات ايه هو ما يعرفهاش. انت بتعلم الشخص ده حاجه، الشخص ده عنده كل المعرفه لكن انت كمان بتفتح له الابواب. انت شخص اللي بيفتح الابواب يا فندم، بيفتح الابواب للشخص ده. انت ورلد، شايفك ازاي الشخص ده او مشاعره ليك، شايفك ان انت ذا ورلد. عارفين يعني ايه ذا ورلد؟ يعني شخص منفتح جدا على العالم ونفذه عقلك مفتوحه. انت ممكن اي حاجه تصدقها على فكره. الشخص ده بيشوفك كده، بيشوف ان انت اي حاجه ممكن تصدقها وتاخدها كمعتقد. وانت فعلا شخص كده، انت فعلا شخص ناجح جدا ومثابر جدا، لكن انت غامض جدا ما بتحبش تقول لحد كل حاجه، او بتستنى ان الطرف التاني هو اللي يقول لك عشان انت تصرح. فالشخص ده مشاعره ليك مشاعر حلوه جدا. طبعا النايت اوف كاب بتقول ان الشخص ده بيحمل ليك مشاعر عاليه جدا كبيره جدا، لكن مستني لحظة بينك وما بينه. الشخص ده ممكن يكون مستني منك انت اللي تقدم له حاجة او انت اللي تعترف له اعتراف. عموما الورد هنا بيدل على الحب والود والاعتراف بشيء. انت محتاج ان انت تعترف للشخص ده بحاجة علشان يبدأ ان هو يعترف لك بمشاعره. الشخص ده بيحس ان هو لو اعترف لك بمشاعره يحس ان هو ضوع او غرق او اتاكل او شخصيته اتمحت. الشخص ده مش سهل على فكرة، وعارف جد كويس جدا هو بيعمل ايه، بس مشاعره ليك حلوه، يعني مشاعره ليك مشاعر نظيفه مش مشاعر خبص ولا حاجه. فدي كانت القرايه بتاعتكم يا اصحاب المجموعه الاولى. يا رب تكون القرايه عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تضغطوا لايك على الفيديو، واشوفكم في قراءه جديده ان شاء الله على خير. سلام، اهلا بيكم اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا الكارد ده.
دلوقتي الطاقة بتاعتك، وبعد كده نسحب طاقة الشخص اللي انت داخل علشانه الفيديو، او الشخص اللي حطيته في بالك، يعني معتبره حبيب، معتبره صديق، معتبره قريب، ايا كان اللي بتعتبره هنا في الفيديو. مش شرط يكون حبيب، اي حد تحطه في دماغك ممكن الكلام ينطبق عليه. ياه انت شخص، شخص عصبي جدا. انا اخد بقى طاقة الشخص التاني. احيه الشخص طالع بدزديبل زي الدبل. من اولها كده انت شخص، من اولها ده بيكلمني يقول لنا ما تفتحوش عني كتير عشان انا معروف ان انا دبل. الله الله، طاقتك هنا طاقة نايت اوف كوند. فانت شخص حماسي جدا، بتحب ان انت تنفذ كل حاجة في وقتها، اكل واشرب وانام كله في وقته، كله ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. انت شخص ما عندكش توقيت هنا، ممكن يكون ما عندكش اهداف، ما عندكش تايمينج، ما عندكش صفة ان انت تنظم التايم بتاعك او تنظم الوقت بتاعك. فانت بتحس ان الوقت بيجري بيك. كمان شخص عصبي جدا ومعلق جدا في حكاية التايمينج، وبتحس ان انت بتصارع الوقت قوي. انا بصارع الوقت علشان اعمل حاجة، وقلبك بيوجعك جدا من حد. عندك اختلاف مع حد او خلاف، الخلاف ده بيخص عقيدة او بيخص معتقد، والخلاف ده زعلك جدا. الناس مش فاهماك على فكرة في الطاقة دي، تحس ان الناس مش فاهماني، او ان انا بعبر عن نفسي بس الناس مش فاهميني. شخص وحيد جدا وقاعد في طاقة وحشة قوي. انا مش عاجبني طاقتك، يعني انا بحس ان انت زعلان، وان انت مجهد، وان انت بتفكر كتير بالليل، ومتعلق في طاقة الغضب. عندك طاقة غضب عالية جدا وانت متعلق فيها، يتعلق في النقطة دي. وكمان عندك لخبطة او ركة في المكان اللي انت قاعد فيه، بتحس ان المكان مكركب، فانت زعلان من الحتة دي كمان، ومعلق ان انت مش قادر تعمل حاجة. زي ما قلنا ان انت شخص مش قادر تقوم من السرير وبتسوف. عندك اهداف لكن انت اهدافك محروقة، اللي هو في اهداف كده بتحس ان انا اهدافي محروقة، مش عارف احقق ولا هدف. عندك طاقة الغضب عالية جدا، وده مخسرك كتير، وده مخليك في طاقة ان انا في احزاني، وغني حسن بصمة ظلموني. اسمها ايه الاغنية بتاعت حسن بصمة؟ تمام. زي ما قلنا انت شخص بيغني حسن الاسمر، اللي هو كتاب حياتي يا عين، انا شفت فيه يعني سنين. فانت شخص هنا عندك بقالك سنين جدا في الطاقة دي على فكرة، انت بقالك سنين جدا في الطاقة دي. طبعا هي مش حاجة مضحكة، احنا بنضحك على الهم بس في الاخر، يعني في الاخر كل واحد عارف حزنه كويس وعارف ازاي يخرج من احزانه. فانت شخص هنا محتاج ان انت تخرج من الاحزان بتاعتك او تخرج من الطاقة دي. كمان شخص حدثي جدا، شخص ممكن نقول ان انت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتخاف من الموت يا فندم، او بتخاف ان انت حياتك تنتهي هباء منصورة. عندك مخاوف، بتخاف زي ما قلنا من ان حياتك تنتهي وانت ما عملتش فيها حاجة. عندك اتنين مزعلينك، عندك اتنين هنا مزعلينك في حياتك، في شخصين في حياتك مزعلينك. اكتر حاجة انت زعلان منها هي اخر محادثة ما بينكم، او اخر كلمتين اتقالوا. عموما الشخص ده جرحك جدا، وعلى فكرة ممكن يكون عايرك كمان، او في حد في حياتك عاير معايرك يعني حاجة. لكن انت طالع بطاقة العصبية، وان انت عايز تاخد حقك من حد، انت عايز تاخد حقك من حد علقك بيه او علقك سنين. انا حاسس ان انت متعلق سنين وعلقك كده زي الدبيحة على الشجرة، وانت حابب ان انت تاخد حقك وتنتفض لنفسك، لكن انت للأسف في طاقة وحشة جدا. كويس ان انت حابب ان انت تنتصر لنفسك، وكويس ان انت حابب ان انت تطلع من العلاقة دي، انت حابب ان انت تخرج من علاقة سيئة.
على فكرة انت عندك حسد، وانت مختارتش الشكل ده رئة. يعني انت في حد بيبص لك في حياتك، او انت عندك طاقة حسد، او مش هقولك طاقة سحر، ممكن يكون عندك سحر ربط يا فندم، ممكن يكون عندك سحر ربط. لكن انا مش هاخد الطاقات السيئة دي، ولا بحب اتكلم عنها. انا بحب اتكلم عن ازاي نطلع من اي حاجة وحشة في حياتنا، وازاي ان احنا نتقدم، وازاي ان احنا ناخد قراراتنا لنفسنا ونتغير، وشخصيتنا تتغير للافضل، وان احنا نبقى طاقة ايجابية للكون نفسه. 7 اوف وند، زي ما قلت لك، انت مستني وقت مناسب، او مستني شخص يطلعك من اللي انت فيه. من الاخر، الشخص اللي انت مستنيه ان هو يطلعك من اللي انت فيه، الشخص ده سيء، ما تستناهوش. الشخص ده اصلا هو اللي عامل فيك كده، او خلاك في الطاقه دي. ممكن يكون البعض الشخص ده انت كنت متجوزه، او ربطك ما بينك وما بينه رفضت سنين طويله، ولكن انت الشخص ده تعبك نفسيا، وتحس ان انت خلاص وصلت لمرحله اللي انا ممكن اقتل حد، او ان انا ممكن اكسر اللي قدامي. بص انت عامل ازاي، انت عندك حاله انتفاضه، انت متأزم جدا بجد، انت متأزم جدا، متأزم جدا، في فصول، متضايق جدا. انت شخص طاقتك صعبة جدا، انت محتاج هنا تروح لشخص حكيم، او تروح لشخص اكبر منك. والشخص ده على فكرة هو اللي هيخرجك من اللي انت فيه. ممكن يكون ازمتك مع حد كبير في الاسرة، حد ده مش فاهمه، شخص عاطفي جدا، لكن للاسف انت بتحس ان انا كنت موهوم في القصه، او ان انا كنت موهوم مع الشخص ده، وهم كتير قوي، وداني في حته كده مش بتاعتي، وداني في مكان، وخلاني في حاله سيئه مش مفروض ان انا ابقى عليها. انا كوين في نفسي على فكره، انا كوين في نفسي، انا شخص استاهل احسن من كده، انا شخص استاهل ان انا اخرج من الطاقه دي، شخص استاهل يعني شخص يقدرني، ويقدر المميزات اللي فيا. لكن الشخص ده كل اللي عامله فيك ان هو ساب فيك ندوب. الشخص ده اثره معاك لحد دلوقتي، يعني حتى لو انت سبت الشخص اللي انت داخل عشانه الفيديو، وقلت ادخل الفيديو كده اشوف يعني كده تطفل، لكن الشخص ده مؤثر فيك جامد جدا. وممكن يكون مش شخص واحد، ده ممكن يكونوا اشخاص كتير قوي. الكوين اوف كاب شخص بيقاسي، وشخص بيتحمل قسوة الناس، لكن انا في نفس الوقت بحب كل الناس، لكن الناس مش بتحبني بقدر ما انا بحبها. انا مش بلاقي كمية الحب اللي انا بلاقيها، مش بلاقي كمية الحب اللي انا بديها، فلازم ان انا اخد جنبه واعزل نفسي واكتم. انت شخص كتوم هنا يا فندم، حتى في الحب. عايزة اقول لكم ان الحب مش بيتحس بس، الحب لازم يتاخد زي الدواء بالظبط. فانت مش مجرد ان انا احس ان انا بحب، لا، انا عايز اشوف انا بتحب ازاي. فانت محتاج ده. عندك الشخص اللي انت داخل علشانه الفيديو، الشخص ده طالع بطاقة الدبل، طالع بطاقة سيئة جدا، طالع بطاقة مش الانبهار، لكن طالع بطاقة الخداع، كارت الخداع، وكارت المكر، وكارت الديفل نفسه، كارت مش كويس. فانت مخدوع يا فندم في الشخص ده. الشخص ده طاقته دلوقتي طاقة شيطان مسيطر عليه. الشخص ده مسيطر عليه الشيطان، حتى في احلامه شيطانية، افكاره شيطانية يا فندم. عندك ذا ستار، وذا ستار بتعبر عن الاحلام او العقل الباطن، فالشخص ده كل عقل الباطن سيء للاسف. الطاقه دي مش هقولك ان الكارت ده شفائي، ليه؟ لان الديفل طالع مع النجمه، فمعنى كده ان الديفل اسوأ كارت، واعلى كارت سلبي طاقي الطارود كله. معنى كده ان الشخص ده افكار شيطانيه، والشخص ده بيتنقل من علاقة لعلاقة، وحابب كمان ان هو يوسع الشيطانة بتاعته دي، ويوسع الوساوس بتاعته في اماكن تانية غيرك. الشخص ده هدك وجرحك، الشخص ده، والحقيقة ان الشخص ده بيفكر
ان هو ما يسكتش عن اللي بيعمله، لا ده مستمر يا فندم، الشخص ده مستمر. عارفين الشخص اللي كويس بيستمر ان هو ينتصر، وبيستمر ان هو يفتح اماكن جديده مثلا، يعني يعمل شغل جديد، يعمل اهداف جديده. لكن الشخص ده يا فندم الاستمراريه بتاعته هنا استمراريه في الشر. الشخص ده سيء جدا، سيء جدا. الشخص ده اختلافه مميت بالنسبة لك، أو اختلافه اختلاف صعب بالنسبة لك، أو صعب إن حد يتقبله، صعب المجتمع يتقبله نفسه. الشخص ده بيستغلك، أنت كنت شخص ستار، والشخص ده كان عايز يطلع على يعني على زي يعني افهموها بقى. الشخص ده استغلك يا فندم، الشخص ده طاقته دلوقتي طاقة استغلال، طاقة استغلال. الشخص ده كمان كان بيعكس لك حاجة في شخصيتك، انت كان بيعكس حاجة في شخصيتك، وكان بيطلع أسوأ ما فيه عشان انت تستشفى، انت تطلع الألم اللي جواك وتتغير. الشخص ده بيشتري الناس بفلوسه، بيشتري الناس بفلوسه، او بيمشي كل حاجة بالفلوس. طاقته دلوقتي طاقة منفعة او مصلحة. مشاعره ليك ايه؟ انجذاب جنسي يا فندم. الشخص ده هيدمرك، ابعد عنه. الشخص ده كمان حبسك، وعلى فكرة واضح جدا في طاقتك ان انت متعلق بالشخص ده، انت اصلا في طاقة تعلق وطاقة ادمان على الشخص ده. بس انت هتطلع من العلاقة دي، انت هتطلع، انت هتطلع، هتكسر الدنيا وهتطلع. مش هتكسر الدنيا ان انت هتكسر الشبابيك، لا هتكسر طاقتك السلبية وتدخل على طاقة تانية جديدة. الشخص ده متربي في ظلام. شايفين الطيور دي؟ الطيور دي كسرت الازاز ومشت وخرجت كده للنور، او معنى صح خرجت العالم. اتربت على الظلام والسوداويه والحقد والحسد والضغينه، وطلعت طلعت على الناس يا فندم، طلعت يطلعوا على النور. بس طبعا ربنا مش بيسيب، ربنا مش بيسيب. والشخص ده على فكره كان بيعمل حاجه في الدير من وراه. الشخص ده كمان كان عامل لك ربط. لا الشخص ده سيء، الشخص ده بيعمل لك سحر يا ربط حقيقي. الشخص ده ديفل، اي حاجه يعني بصوا الديفل ده اي حاجه تتوقعوها تطلع. فالشخص ده كان بيعمل لك حاجه سيئه. الشخص ده مشاعره ليك دلوقتي ان انت، ان هو مأيدك يا فندم، مأيدك. الشخص ده عارف ان انت متعلق بيه، عارف ان انت متعلق بيه. المشاعر مشاعر وحشة جدا، مشاعر وحشة جدا. مفيش ولا كب طلع في القصة، الشخص طلع بطاقة الدبل. طاقته طاقة الدبل، الطاقة بتاعته طاقة الدبل. طيب ناخد كمان من الطاقة بتاعته. الشخص ده روحانياته بيستخدمها بطريقة غلط. الشخص ده على فكرة مشهور، مشهور في حاجة، عايز يتشهر على حساب حد يا فندم. الشخص ده سيء جدا، عايز يتشهر أو عايز يطلع على حساب حد أو على قفا حد أو على فلوس حد. الشخص ده استغلالي، طاقة، طاقة استغلال، طاقة استغلال. والشخص ده عنده وشين، عنده وشين. اوبا الشخص ده عنده كارما يا فندم، ذات ور. الشخص ده طاقة دلوقتي طاقة كارما، كارما دي تخصك انت، تخصك انت. كل حاجة عملها الشخص ده هتتهد، متقلقش. لو الشخص ده اذاك في حاجة او مثلا ايا كان بقى اللي ما بينكم، فالشخص ده ربنا سبحانه وتعالى هيبعت له حد
او قرنته صعبه جدا. شخص قرنته صعبه جدا، قرنته صعبه جدا، وطاقته وحشه جدا، طاقه كلها استغلال وكلها اسوأ وكلها نيه سيئه. شخص نيته وحشه جدا، نيته وحشه قوي حتى ليك انت، يعني حتى في الطاقه بتاعته طالع ان هو مشاعره ليك طالع في طاقته، يعني مشاعره ليك طالع في الطاقه بتاعته. طيب عايزين نعرف بقى المشاعر بتاعت الشخص ده اللي انت دخلت عشان الفيديو اقفل المجموعه على التانيه، مشاعره ليك ايه في الوقت ده؟ مشاعره ليك ايه؟ حابب يحطك في الدوامة تاني ويوهمك، الشخص ده عايز يوهمك في أفهم. الشخص ده حابب ان انت تبقى في حياته وانت بتاعي وانت مش خارج من طوعي تاني. برضو طلع لقيته فهم، سبحان الله. انا قلت لك ان الطاقة بتاعته طالعة فيها مشاعره ليك انت. فالشخص ده يفهم ان هو يأيدك، ناوي يحسسك ان انت بتاعي، ان انت مربوط كده في العلاقة وانا اتمرجح بيك بقى واعمل بيك كيويو. فالشخص ده عايز يعمل بيك يويو. لا انا اعمل بيك يويو كده، بس ايه يويو في الطاقي طاقي، يعني انا ازقك للعلاقه واشدك واعرف نقاط ضعفك واجيبك بقى بالطريقه. فالشخص ده مشاعره ليك ان هو طالع ان هو عايز يراقبك وعايز يشوف اخبارك وعارف مشاكلك كويس. الشخص ده عارف المشاكل اللي انت بتمر بيها، وبرغم ده الشخص ده بيعمل لك ان هو المنقذ، لكن الشخص ده هو اللي ربطك يا فندم. ده الشخص ده هو سبب ربطتك في الحياة وسبب قعدتك كده. الشخص ده عايزك تبقى كده، عايزك تفكر فيه 24 ساعة من الطاقات السامة. على فكرة الشخص ده كمان بيبعت لك طاقات سامة، عايز اقول لك بيبعت لك طاقات سامة، خلي بالك. بيبعت لك طاقات جنسية كمان للأسف، فانت حصن طاقتك بقى. عندنا الفور اوف ووند بتقول ان الشخص ده يعني حاسس ان انت ان هو ظلمك، لكن في نفس الوقت انا عايش حياتي. انت مين اصلا؟ انت واحد زي اي التانيين، يعني انت واحد زي اي واحد. في اوف كاب، الشخص ده يا فندم عنده علاقه ثلاثيه غيرك، او عنده علاقه بحد غيرك. فالشخص ده ما بيهموش حاجه، على فكره بيدخل علاقات. الشخص ده علاقات مشاعره ليك ايه؟ لا مشاعر ان انا اشوف غيرك وغيرك وغيرك وانا ما يهمنيش حاجه، وانت بقى اولع بجاز. ما انا مالي انا مالي. فالشخص ده اهدافه مش كويسه، ومشاعره مش كويسه. الشخص ده يا فندم يعمل لك، عايز اقول كلمه بس انا مش هقدر اقولها بالفيديو للاسف، بس الشخص ده بيبعت لك طاقات سلبيه، ويا ريت تفهموها زي ما تفهموها، يعني بالذات طاقات جسديه، قدوات. تمام، انتوا شايفين البحر عامل ازاي؟ فده بيدل ان فينا طاقه مش كويسه، طاقه قلبان يا فندم. الشخص ده قلب حياتك وللاسف قلبها بطريقه سيئه جدا. عنده اختيارات كتير، انا زي ما قلت لك قبل الكارد ده ما يطلع، انا قلت لك ان الشخص ده يا فندم عنده علاقات كتير. مشاعره ليك ايه؟ مشاعر ان انا راكنك على الرف، انا مش هقدر اختارك لان انا عندي اختيارات كتير في حياتي. وانا اسفه ان انا بقول لكم الكلام ده، بس هي دي الحقيقه، مش حاجز بينا في الفيديو، مش هجامل. يا جماعه ساعات الحقيقه بتبقى مره، يعني وساعات الحقيقه كده لما تصدمنا احسن من ان احنا نعيش الوهم. فانت على فكره هتطلع من الطاقه دي، واول ما تخرج البني ادم ده من حياتك هتخرج حياتك ان شاء الله حلوه. الشخص ده عنده كارما، شخص عنده علاقات كتير، عنده بس نساء كمان كتير وعلاقات، وعلاقته باهله مش كويسه. والشخص ده مشاعره ليك دلوقتي ان سيطره، انه عايز يسيطر عليك ويتحكم فيك، وعايزك من ضمن الناس اللي معاه، يعني هو زياده الخير خيرين بقى. لا الشخص ده سيء جدا يا فندم. الشخص ده مشاعره ليك ايه؟ مشاعر عراك ومشاكل وافتعال مشاكل وبخل في العواطف. الشخص ده ما عندوش عواطف اصلا، بخيل جدا في العواطف.
دخيل جدا في العلاقة، مش شرط اختياراته سيئة، عنده سوء اختيار، مشاعره ليك ايه، بيحس ان زي ما قلنا انت من ضمن الناس اللي حواليه، وبخل في المشاعر، مش حابب ان هو يقدم لك مشاعر الشخص ده للأسف. زي الاخطبوط الشخص ده، انا قلت لك لقيته في كب، الشخص ده عايز يأيدك معاه في العلاقة، عايز يأيدك يثبتك في العلاقة، واروح واجي عليك. الشخص ده بيروح ويجي عليك، على فكرة بيروح ويجي عليك. هتسمع اخبار عن الشخصيه دي، او هتسمع عنها حاجه، او هيجي لك اخبار منها. وعلى فكره انت بتستشفى دلوقتي، ومحتاج ان انت تكتب عن العلاقه دي في ورقه او في كراسه، ومحتاج تقعد مع نفسك وتقيم ان العلاقه دي تناسبك ولا لا. وعموما الشخص ده لا حطك في طاقه سيئه، فانا بقول لك ما تستمرش مع الشخص ده، ان الشخص ده مشاعره ليك مشاعر بخل ومشاعر حيره، وحابب ان هو يأيدك في العلاقه، و زي ما قلنا لا الشخص ده انا اسفه، الشخص ده سيء جدا. فانت محتاج دلوقتي، ده كارد نصيحه ليك، ان انت تستشفى من العلاقه دي وتكتب. انت شخص على فكره ممكن يكون عنده ابداع في الكتابه، او بيحب يكتب كتير. انت محتاج ان انت تعبر عن نفسك وعن ذاتك، حتى مع صحابك، يعني مع اقرب الناس ليك، وابعد عن الشخص ده، وابعد عن الشخص ده. ودي كانت القرايه بتاعتكم اصحاب المجموعه الثانيه. يا رب تكون القرايه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تدوسوا لايك على الفيديو، وشكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام.